مستقبل مصر زرع السنة دي كام وجاب لكم كام؟ مستقبل مصر الميزة اللي عنده في البنجر وفي البطاطس. البنجر الزراعة بتاعت القمح قليلة، وجاب لنا حوالي 25,000 طن أو حاجة زي كده. بس الميزة جامدة جدا في البنجر، الأرض جيدة جدا. وهندخل لو دخلنا مثلا في موضوع البنجر، زيادة المساحة المزارعة في البنجر الحمد لله بدأت تقلل الفجوة ما بين احتياجاتنا وما بين ما ننتجه. فلو تفتكر كنا بنتكلم دايما ان احنا عندنا 70% اكتفاء ذاتي في السكر، السنه دي وصلنا لاكثر من 85% اكتفاء ذاتي في السكر، وان شاء الله على نهايه 22 ان شاء الله يبقى في اكتفاء ذاتي من السكر كامل. حضرتك بتقول لي وصلنا النهارده 85%. 85% اكتفاء ذاتي، سواء من بنجر، من سكر البنجر. سكر البنجر كان بيجيب 1.2 السنه دي هيجيب ان شاء الله 1.7-1.8 قدامنا اهو البنجر. نعم. والقصب السكر كان بيجيب لنا عمر بتاعها حوالي 300-320 الف فدان، بيجيب لنا حوالي 1,000,000 طن. فابتدينا نوصل ل 2.7 2.8 مليون طن، واستهلاكنا كله 3.2.